قصة الذئب والكلاب. يحكى أن كان هناك مجموعة من الأغنام الصغيرة تعيش في مرعى كبير في أمان وسلام ومحبة، وكان يحرسها ثلاثة من الكلاب الوفية. ولذلك لم تشعر الأغنام الصغيرة يوما بالخوف من الذئاب، وكان الراعي رجلا طيبا يحب أغنامه كثيرا ويعتني بها. يجلس كل يوم في ظل شجرة ظليلة ويبدأ في عزف أجمل الألحان، والأغنام تلتف حوله في دائرة واسعة. وهكذا كانت الحياة الهادئة في المرعى الجميل. وفي يوم من الأيام اقترب ذئب شرير من المرعى وأخذ يراقب الأغنام الصغيرة والراعي، ولكنه عندما وجد الكلاب الثلاثة لم يجرؤ على الاقتراب من المرعى، ولكنه فجأة لمح الكلاب الثلاثة تتقاتل وتتشاجر فيما بينها، وقد انشغلت عن حراسة الأغنام. فضحك الذئب المحتال مسرورا وأخذ يفكر في نفسه قائلا: الآن جاءتني فرصة الهجوم على المرعى. وفعلا اقترب الذئب ببطء من القطيع، فرأى نعجة صغيرة تقف وحيدة بين المروح، فانقض عليها على الفور وأنشب مخالبه وأنيابه بها. أخذت النعجة تستغيث بأصدقائها، فسمع الكلاب صراخها فتوقفوا فورا عن القتال وسارعوا إلى مكانها لإنقاذها. وعندما رآهم الذئب قادمين اضطر إلى ترك النعجة ووثب خارج المرعى مذعورا. فإن القوة في التعاون والوحدة، وبداية الهزيمة تأتي من الفرقة والقتال. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. تصبحون على خير.